الله مطالباتنا نريد شغل تعيين للشباب هاي قاعده والله كنا عمال ما نظافه في المستشفى التركي وهم بطلونا. اي والله وراك ايش تشتغلون؟ والله حاليا هنا بالبسطيه بالسوق وهم كل ساعه جايين وشيلوا هاي شو نسوي والله. نعم على البسطيات هاي البسطين بالشارع لا باب الله يجون الساعة الحكومة وطلعونا كنا نشتغل بالمستشفى التركي يحسب لي 150 بالشهر ما ادري ايش 150 لا تعيش لعائلة لا من تعيين هاي المظاهرات كل من صاحبك وصاحبي وكل من عينهم احنا ضلينا بدون تعيين جاي تشتغل هسه والله جاي بالتكتك مشتري ابي الاقساط والعب صارت عليه 7 ملايين من وين يوفيها اي والله عائلة عندي بس انا كبير والله خلاص رافقنا ازدحامات ازدحامات مال الحبوبي بالعب حتى الشغل ما يشتغل ما ازدحامات ها والله الله كم نشال ازدحامات لا 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 يعني لا من شغل لا من مغو يجي كساعة وشحوت انا كساعة ياخذنا الحجز يعني جونا برقم رقمنا ب 400,000 اجازه 200,000 هاي 600,000 مثلا انا وين نروح هي تكتك هي تكتك مثلا وين نروح احنا نشتغل بيها كروت اكلها يصير ب 1000 دينار ب 2000 دينار الرجوع الى مستشفى التركي لان طردونا بدون سبب وهي شركه اهليه احنا ناشدهم بالتثبيت يثبتون هاي العمال خطيه يعني 24 ساعه يدقوا تنظيف هاي ولا 30 و 250 خطيه يم باي مستشفى خاصه انا هنا عندي بسطيه مال ملابس اي انا عايش عليها وعندي عائلتي الله وكيله اتحدد على معاناه اهل التكاتك باعتبار نص العالم تشتغل تشتغل وهو جايبها له بالدين له بالاقساط وثالث الشرطه معاناتنا رقمنا ما فاد لو هم ما مرقمنا هم ما يفيد كل ساعة كاضيني هسه بالاستدارة خلي أبو سيارة يعبر أبو التكتك يشوف أقول له روح اطلع بغير الدرب مشددين كل شوية للتكاتك هذا شيء صار لنا شباب مكان ما نبقى على الطالب الطالب احنا شباب بعدنا ما شايفين أي شيء معاناتنا الدوريات والهاي معاناتنا المرور الطالب بس بالمرور على كيفه يعني يعني احنا رقمنا هسه وهاي ما يفيدوا يعني عندك تكتك؟ عندي هاي الزرقاء عندي هذا احلال الطاب عجي هو احنا شباب الناصرية كلها معاناة بمعاناة اي معاناة من طلعنا صرنا يعني وين الدنيا بالناصرية لحد هسه معاناة بمعاناة هو بعد هو احنا معاناة كل شيء بيه معاناة مطالب هل يهويك؟ يعني مطالبنا توفير فرص عمل للشباب هاي خطية يعني اكو يعني اعمال متوقفة يجيبون يعني من غير دول ومن غير معاهدة يشتغلون وشباب الناصرية قاعدين ساكتين Thank you.